أهلا ومرحبا بكم طلابي أحبائي طلاب الصف العاشر. هذا هو فيديو وصف أيامنا. في هذا الفيديو سنسلط الضوء على محاور الوحدة التي تتحدث عن أيامنا والماضي. دعونا نبدأ. كما قلت لكم ستكون سينية أحمد شوقي هي ما نبدأ به هذه الوحدة الجميلة. تتحدث هذه السينية عن حنين أحمد شوقي إلى بلاده عندما كان في بلاد المنفى. سميت سينية لأن حرف الروي كما يظهر عندكم وهو الحرف الأخير حرف السين، فتسمى السين طبعا المكسورة. الشاعر الغني عن التعريف هو شاعر أحمد شوقي، الشاعر المصري الذي يعد من أبرز شعراء العصر الحديث. ولد في حي شعبي بالقاهرة وتوفي في قصره على شاطئ النيل. أرسله الخديوي توفيق إلى فرنسا ليدرس القانون والأدب، وعاد بعد 3 سنوات، عمل في القصر، نفي عن وطنه إلى إسبانيا مع إعلان الحرب العالمية الأولى. له إنتاج أدبي ثمين وغزير أيضاً. ننتقل بعد ذلك وكما هو معتاد إلى أسئلة النص التي تتعدد محاورها بين المعجم، بين أسئلة التحليل، بين أسئلة التذوق والصور الفنية. وكما تلاحظ هنا المحاور تتحدث عن الحنين والعاطفة، وما يبرز في هذه القصيدة هي الحنين إلى الوطن والديار. بعد ذلك سنبدأ بكتابة مقال تحليلي عن تجربة شعورية. عند التعرض إلى موقف أو مثير معين يثور في النفس البشرية مزيج من الأحاسيس والمشاعر والأفكار العابرة. الأديب يتفاعل مع هذه المواقف نفسياً ووجدانياً ويترجمها إلى عمل أدبي في صورة لفظية يعبر عنها بصدق ويستمدها من نفسه ومن الأحداث بيئته المحيطة، أو قد ينسجها من خياله، وهو ما يعرف بالتجربة الشعورية. عندما نقول مقال تحليلي هو نوع من المقالات الموضوعية التي يركز كاتبها اهتمامه على تناول الموضوع محدد بأسلوب علمي معتمد الوضوح والدقة في التعبير. نسمي الأشياء بمسمياتها مع التزام الحياد والموضوعية من غير طغيان لشخصية الكاتب ورأيه وعواطفه. بعد ذلك سننتقل إلى المعلوماتية بعد الإنترنت. هذه سنقوم بدراسة مقالة وهي جزء من كتاب المعلوماتية بعد الإنترنت طريق المستقبل، الذي صدر في عام 95 و900 و1000 وترجم إلى العربية في عام 98. وضح الكتاب كيف ستتأثر الحياة بتطور صناعة الحاسوب وبرمجياته وثورة الإنترنت. رسم طريق المستقبل القريب مظهراً أن التكنولوجيا لها قدرة على صناعة المستقبل تسير على خطاه الحكومات والشركات والأفراد في العالم. مقالة عصر المعلوماتية بعد الإنترنت قضايا إشكالية، تعالج بعض القضايا الإشكالية التي يهاجم بها المعارضون والمتخوفون من هذه الثورة المعلوماتية. فبالطبع رد الكاتب بيل عليهم بأسلوب إقناعي مبني على الحجة والدليل والبرهان، ويتفهم هذه المخاوف وقد ما يكون مع انعكاسات سلبية، وبالطبع الرد على معارضين أنه عامل مؤثر في التغيير. هذا جزء من النص. إننا نعيش فترة مثيرة من عصر المعلومات، وهي بداية البداية لهذا العصر، وفي كل مكان أذهب إليه تنبثق الأسئلة حول الكيفية التي سيغير بها تكنولوجيا المعلومات حياتنا. فالناس يريدون أن يفهموا كيف ستجعل هذه التكنولوجيا المستقبل مختلفاً؟ أستجعل حياتنا أفضل أم أسوأ؟
ولقد قلت فيما سبق أنني شخص متفائل، وأنا متفائل أيضاً بشأن التكنولوجيا الجديدة، فسوف تجمل وقت الفراغ وتغني الثقافة من خلال توسيع نطاق المعلومات وتوزيعها، كما ستساعد على تخفيف الضغوط على المناطق الحضرية من خلال تمكين الأفراد من العمل من المنزل أو مكاتب في مواقع بعيدة. يتحدث النص بتفاصيل مقنعة وجميلة عن عصر المعلومات بعد الإنترنت. سننتقل إلى الكتابة الجدلية، نمط كتابي يناقش قضية خلافية إشكالية تحتمل وجهتي نظر مختلفتين تحتملان الصواب، لهما أفكار وأدلة وحجج، يبني كل منهما رأيه، يدافع عن فكرته بطريقة منطقية مستندة إلى أفكار سليمة وحجج مقنعة وتقديم بدائل وحلول للمشكلة أو القضية. بعد ذلك سننتقل إلى درس في الصرف، وهو صيغة المبالغة والصفة المشبهة. سنتعرف إلى هاتين الصيغتين وكيف سنفرق بينهما. هذا هو عرض سريع لما سنتناوله خلال هذه الوحدة. أتمنى أن أكون قد وفقت فيما قدمته لكم. طاب نهاركم بكل الأمل والخير والبركة.